السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواقع الجميلة جدا والقوية جدا هاجنج فيس. هاجنج فيس عبارة عن موقع فيه آخر التطبيقات والبرامج المفتوحة المصدر، بعد فترة ممكن حد بيتبناها ويبدأ إن هو يعدل فيها ويعملها موقع خاص بالتطبيق دوت، وتلاقي في موقع كبير مبني على حاجة من الأوبن سورس ديت. يعني على سبيل المثال مثلا تعالى ندخل على مودلز، ودي بتبقى تطبيقات تقدر أنت تستخدمها، بتلاقي عشرات الحاجات، منهم حاجات كتيرة معتمدة على الميتا لاما، في حاجات خاصة بالفيديو، حاجات خاصة بالصور، ففي حاجات كتيرة جدا تقدر ان انت تشتغل عليها وتجربها. مثلا ممكن اجي هنا اقول له انا عايز مثلا اي حاجة مفتوحة المصدر، تقدر ان انت تكتبها هنا، هتلاقي حاجات كتيرة جدا. مثلا اوبن سورة اللي هو تحويل البرومت لفيديو، تمام، دي من الحاجات اللي لسه نازله جديده، بيقول لك ان احنا نزلنا اوبن سورا، فبتبقى عندك اطلاع على اخر الحاجات اللي بدات تشتغل عليها. وبيقول لك هو ممكن تلاقي بيحط لك بقى فايلز تقدر ان انت تحملها وتقدر ان انت تشغلها عندك على الجهاز. طيب في داتا ست، داتا ست دي قاعده بيانات، لو انت عامل تطبيق معين وخوارزميه معينه وبدات تشتغل بيها لكن محتاج تدربه على داتا كتيره، فهو هنا موفر لك ملايين الداتا اللي تقدر تشتغل عليها. مثلا حاجات خاصة بمرضى سكر مثلا، إحصائيات والحاجات دي كلها، في حاجات خاصة بالكورة، في حاجات خاصة مثلا اليوتيوب، فتقدر انت تشوف الحاجات دي وتستخدمها عندك. في حاجات خاصة بالسبيسز، حاجات زي كده، تمام، تقدر انت تشتغل عليها دايركت. في حاجات خاصة مثلا بالصوت، في حاجات خاصة بالصور، بالفيديوهات، ممكن تجرب مثلا ديل 3 اكس ال مثلا. طيب خليها برضو نجرب اوبن سورة اهوت، تمام، ممكن تجرب ده او ده او ده، تقدر تشوف مثلا تاخد الحاجات اللي هي واخدة مثلا لايك كتير. فمثلا تبدأ تكتب اي حاجة هنا وتقول له ابدأ حول لي البرومت ده لفيديو، هو بيقول لك هياخد وقت قد ايه. انا كتبت له هات له قطة كده بتلعب في المية، فبدأ ان هو يعمل لي الفيديو ده مخصوص، يعني الفيديو ده معمول لي انا مخصوص، ما كانش موجود عنده قبل كده، تمام. هو كل مرة بقى بيجيب لك امثلة تحت كده تقدر انت تجربها وتستخدمها، وهنا بيديك تقريبا 100 ثانية على ما يعمل لك الفيديو. لكن الفكرة كلها في هاجنج فيس ان انت بتجرب حاجات محدش قبلك جربها، لسه طازة، لسه ما نزلتش في موقع من المواقع. ولو انت مبرمج تقدر تاخد الكود وتقدر تطور فيه وتعمل حاجة خاصة بيك، او تجيب سيرفر مثلا وتحط الخدمة ديت على الجهاز. يعني عايزين احنا نطور في التكنولوجيا بدل ما احنا مجرد مستخدمين ليها. تعالى بقى نشوف اللي تعملها. طبعا هو 3 ثواني، لكن المفروض بقى في النسخة اللي هي بفلوس او النسخة اللي طبعا عندك على الجهاز عندك الامكانيات بتاعتك، فممكن تخليها 2 دقيقة 10 دقايق زي ما انت عايز، تمام. في برضو هاجنج تشات ده، لو انت عايز تعمل شات زي مع شات جي بي تي، تقدر انت تناقش وتقدر تقول له سيرش ويب، يعني وانت بتدور على الاجابه دور في كل مكان، حتى لو هتدور في جوجل في اي موقع مفيش مشكله، تمام. فممكن تقول له مثلا اكتب لي مثلا حاجه معينه، فيبدا ان هو يدور في النت ويجيبها لك ويديك السورس بتاعتها. فموقع جميل وبتلاقي فيه اخر ابديت للتطبيقات الذكاء الصناعي، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.